السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات أم يسرى. اليوم إن شاء الله فلوج جديد، جولة في مرجان ومشتريات رائعة، نتمنى تعجبكم وجولة ممتعة. بقوا معايا للأخير باش تشوفوا المشتريات اللي شريت والتخفيضات اللي كاينين. نخليكم مع الجولة. صافي، كانت هذه هي الجولة ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم الجولة وفدتكم بالتخفيضات اللي دايرين والعروض. صراحة مرجان دائما تيديروا عروض زوينة ورائعة في المستوى. والآن غادي نوريكم المشتريات اللي خديت، نتمنى تعجبكم كذلك. أول حاجة خديتها هما هاد الكيسان هادو، المعروفين عند المغاربة وموجودين في جميع البيوت المغاربة. هما كيسان العنبة كيف ما تتشوفوا معايا، تيجيو بهذا الشكل، هذا الشكل ديالهم عادي جدا ولكن كيبقاو انيقين وما كنستغناوش عليهم. فيهم 12 كاس، باكية فيها 12 كاس بثمن 25 درهم،
يعني الثمن ديالهم مناسب، انا دائما تناخذهم، تيعجبوني هاد الكيسان. وتاني حاجه خديتها هي هاد العصاره هادي ديال الحامض، الشكل ديالها جميل بزاف واللون ديالها رائع في الاصفر، كيعجبني انا لون الاصفر. وثمنها كذلك مناسب ب10 دراهم فقط، وتتسد مزيان، كتجي الشكل ديالها انيق. صافي، ثالث حاجه خديت هما هاد السوبيرات هادو اللي صراحه حمقوني غزالين، وحتى اللون ديالهم عجبني بزاف، ودايرين ليهم كذلك ثمن مناسب جدا. هاد الشكل هذا كيكون غالي شويه، ودابا دايرين ليهم بثلاثه بهم كيف ما تتشوفوا معايا، كاينه الكبيره والمتوسطه والصغيره، وكذلك دايرين فيهم هاد الزلافه صغيره غراتوي، الثمن ديالهم 29 درهم بثلاثه، يعني ثمن مناسب. صافي، وخديت كذلك هاد الشكل هذا ديال الجبيبنات ديال الفرن اللي كيدخلوا الفرن، ديال كريم برولي، ممكن ديروا فيهم فلون، ممكن ديروا فيهم لي سالاد فروي. زوينين، وحتى اللون ديالهم زوين، والثمن ديالهم 5 دراهم فقط للواحدة. خديت كذلك هاد الكيسان هادو ديال بيت نديرهم العصير، في باكية فيها 6، كانوا عجبوني وكانوا دايرين ليهم 55 درهم، والان خديتهم ب39 درهم. مني لقيت فيهم الصولد خديتهم، الزاج ديالهم صحيح، كيجيو بهاد الشكل كبار شويه. صراحه مشتريات زوينه، وحنا العيالات ديما عزيز علينا الجديد، عزيز علينا نبدلو. خديت كذلك هاد القريعات هادو زوينين صراحه، هما باكيه فيها 6 بالثمن 49 درهم. كيف ما غتشوفوا معايا هنا، غادي نوريكم وحده كتجي بهذا الشكل هذا، الزاج ديالها زوين، ممكن ديروا فيهم كونفيتير العسل، ودايرين فيهم هاد الجلده هادي ديال السيليكون اللي كتخليها تتسد مزيان باش ما يدخلش ليها الهواء، وتتسد وتتحل بسهوله. وكيف ما قلت لكم حتى هما الثمن ديالهم مناسب، يعني ب6 بهم ب49 درهم. واخيرا خديت هاد البلاطويات هادو اللي الشكل ديالهم زوين وجميل، وهما ديال السوشي، ولكن ممكن انك تقدمي فيهم لي كرواسون، تقدمي فيهم حلويات، تقدمي فيهم بزاف د الحوايج ماشي بالضبط السوشي. الثمن ديال الصغيره هذه 35 درهم، وهاد الاحجار ديال السوشي زوين، ما عرفت شنو سميت هاد الاحجار هادو. صافي، هاد الثانيه هاني ركبتها لكم باش تشوفوها، فيها 2 طبقات، طبقه كبيره وطبقه صغيره، حتى هي زوينه هكا، تقدمي فيها الحلويات، تقدمي فيها لي كرواسون، منايدر جميل. صافي، كانوا هادو هما المشتريات ديالي، نتمنى يعجبوكم، ونتمنى نكون كذلك فدتكم. واكيد ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وكذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والعائلة ديالكم. شكرا على المشاهدة، مع السلامة، باي باي.